ونزار وداز الزكي وداز ونادوا الشاب. الزكي والشامير وبالنسبه صافي للتهم اللي عندهم عندك ويا الحق. نزار اخي مراد، التهم ديالهم واضحه وباينه، كاينه جوج تهم اللي عند الزكي منطبقين نادى والزكي، والتهمه اللي ما عندش نزار ما عندهمش بجوج تهمه. شنو هما التهم سي مراد؟ ما حد قريتي انت البلوصي تقدر تعطيني التهم اللي عند نادى والزكي وما عندش نزار، والتهمه اللي عند نزار وما عندش الزكي وما عندش نادى. هما التهم كاملين كاين المشاركه في الخيانه الزوجيه وكاين الفساد والتهديد. ما هذه عند من؟ امور شائنه وتهديد بالتهكام جنايه. هذه عند من؟ شنو هي فيهم؟ هذه اللي كتقولها التهم الخيانه عند من كاينه؟ المشاركه في الخيانه الزوجيه. عند من كاينه التهم؟ المشاركه في الخيانه الزوجيه؟ وي جو فيس بغيت نعرف منك من عند من شكون الشخصين اللي متهومين بها؟ راهو نزار ونادى. هذا غلط. نزار كيفاش غيكون خيانه زوجيه وهو كان الزوج ديالها سي مراد؟ الزاكي بغيت نقول الزاكي. سي مراد باش سميتو. وما هي التهمه اللي عند نزار وما عندش الزاكي ونادى؟ ما حد قريتي الدوسي. شافري الفوريا. تهديد، كاين تهديد بالتهكام جنايه وكاين تشهير. زيد. وكاين بت وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبه. اها زيد عليكم السلام ليونا. حاجه مهمه نسيتيها اللي هي اللي متابع عليها اكثر واللي غيدخلوا عليها جمعيات. كاين تهم عاوتاني ديال المشاركه او الابلاغ على الجريمه يعلموا بعدم وقوعها. زيد كاين الصنع الشهاده مصدقه غير صحيحه واستعمالها. نسيتي التهمه اللي ما عندوش هو قضيه الطفله. علاش هنا تنقولوا تدخلوا جمعيات ديال التنمر على الطفله؟ فالتنمر على طفله ولا دخلوا جمعيات هنا علاش السي مراد؟ كنقول لك اخويا بالنسبه للتنازلات نادى وغتنفع نزار والزكي ما عنده حتى شي تنازلات ولا شي حاجه لظروف التخفيف للطرفين. ونتمنوا ان شاء الله نتمنوا يكونوا تنازلات باش تكون هناك ظروف ديال التخفيف. انا ما كرهتش منك اخويا مراد بما انك صحفي وتبارك الله الانسان يقدر يمر المغالطات ويقدر ماشي مشكل لا غلط الانسان ويصلح فتقدر دير لايف وتعاون غير باش ما يبقاش عليك انت هادشي هذا باش ما يبقاش عليك بيلانش. ما يبقاش عليك الله. انا اصلا ما ندير اللايف ولكن انا بغيت ناجل اللايف حتى نهار الجلسه باش نطالع الميل. لا خليتيه قبل الجلسه المغالطه قبل الجلسه مراد. لا خليتيه تعطاكي كمراد وانت عندك العدل. حنا نديرو لايف اليوم كاع وطلعوا معايا كاملين عاوتاني ونتكلموا في هذا الموضوع. فوالا فهاد المساله صافي ماشي مشكل حيت اللي قريتي حتى القضيه هذه اللي قلتي اخي بدر ماشي ديالهم. لا هاد القضيه اللي قلتي علاش دابا مراد بس اسمع حيت علاش في حاله العود ديال بيع الخمور للمغاربه المسلمين هاد القضيه هذه بينات لي على انه فعلا دوسي واحد اخر هذاك لانهما هاد الاطراف ما عندهم حتى علاقه ببيع المخدرات للمسلمين. علاش حبيبي برافو الله يسلمك. هنا علاش كنقول لك اخويا مراد شكون هذا اللي دار لك هاد المغالطه هادي يا مراد؟ بوكو نسيت لا ماشي نسيت دابا فيش المغالطه دابا دابا انت كيفاش انا عطيته لعند رقم ماشي نيبالا اللي عطاني لا انا عندي مصادر. شكون اللي قال نيبالا؟ شكون اللي قال نيبالا؟ فؤاد حمزه هو قال نيبالا. شكون اللي عطاه باش عرفتي نيبالا اللي عطاه انت باش عرفتيني انا؟ اه الهضره ديال والو شاف الهضره ديال الزمر هذا وبأي دليل انت بلاتي حمزه بأي دليل جبتنا الدليل اخويا كل هاد الهضره؟ لا هو دليلك ان نيبالا هو اللي عطاه نيبالا اصاحبي خويا حمزه لا ما هو دليلك على هاد الشيء؟ سي حمزه من بلانتي ما زوينش. ما هو دليلك السي حمزه؟ هكا صاحبي لا هاد الشيء ما فيهش الضحك راك اي خليك كتماركه مازال زير شويه
عليه تم الاتفاق صافي وا عليه تم الاتفاق اليوم ان شاء الله غادي نطلع بلايف وغادي نحيدوا دوك التهم ديال حيازات المخدرات لانه وقع خلط ما بين جوج ديال الملفات فوالا شوف هكا فخويا مراد بحكم ان اصلا تقدر اخويا انا نهضر معك بحكم ان انك صحفي وحنا كنعرفوا الصحافه كتمرر ما من حقاش تمرر مغالطات فهمتي واي مغالطه لا ما خصهاش تمرر مغالطات وبعض المرات الا كانت شي حاجه مثلا حنا كنطلعوا ديال راي عام لا كنطلعوا نوضحوها ماشي مشكل انا نزولا شوف انتوما نزولا عن الطلب ديالكم انتوما لانني كنعتبركم انايا خوتي وجزء مني نزولا عن الطلب ديالكم غادي نطلع حيت انا كنت بغيت ناجل هذه الطلعه هذه حتى نطلع الملف ولكن نزولا عند الطلب ديالكم والرغبه ديالكم غنطلعوا قبل حيت مراد ما يمكنش مراد ما يمكنلكش لا ما نخليوهاش عرفتي علاش لا ما نخليوهاش انا مزيان خويا بدر صديق صديق ديالنا وكذا وكتحترمنا فاحنا ما بغيناش ناس اخرى اللي هما اعداء ديالنا وبزاف د الحوايج غيشدوك من هذا انت كتمرر غير مغالطات ويضربوا فيك بزاف د الحوايج اللي تقدر انت تكون في المصداقيه نيزار وداز الزاكي ونادى الزاكي والشاميش وبالنسبه للتهم اللي عندهم عندك نيزار اخي مراد التهم ديالهم واضحه وباينه كاينه جوج تهم اللي عند الزاكي منطبقين نادى والزاكي والتهمه اللي ما عندش نيزار ما عندهمش جوج تهم شنو هما التهم سي مراد ما حد قريتي انت البوصي تقدر تعطيني التهم اللي عند نادى والزكي وما عندش نزار والتهم اللي عند نزار وما عندش الزكي وما عندش نادى هما التهم كاملين كاين المشاركه في الخيانه الزوجيه وكاين الفساد والتهديد هذه عند امور شائنه هذه عند من شنو هي فيهم هذه اللي كتقول هاد التهم الخيانه عند من كاينه المشاركه في الخيانه الزوجيه عند من كاينه هاد التهم المشاركه في الخيانه الزوجيه وي جو بس نعرف منك من عند من شكون الشخصين اللي متهمين بها هو نزار ونادى هذا غلط نزار كيفاش غيكون خيانه زوجيه وهو كان الزوج ديالها سي مراد الزاكي بغيت نقول الزاكي سي مراد باش سميتو وما هي التهمه اللي عند نزار وما عندش الزاكي ونادى ما حد قريتي الدوسي صافرين فوريا تهديد كاين تهديد بالتكام جنايه وكاين تشهير زيد وكاين بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبه زيد عليكم السلام مليون حاجه المهمه نسيتيها اللي هي اللي متابع عليها اكثر واللي غيدخلوا عليها جمعيات كاين توما عاوتاني ديال المشاركه او الابلاغ على الجريمه يعلموا بعدم وقوعها زيد كاين الصنع الشهاده المصدقه غير صحيحه واستعمالها بالنسبه لنادى نسيتي التهمه اللي ما عندوش هو علاش هنا تنقولوا تدخلوا جمعيات ديال التنمر على طفله فالتنمر على طفله ولا دخلوا جمعيات هنا علاش السي مراد كنقول لك اخويا بالنسبه للتنازلات وي نادى وغتنفع نزار والزكي ما عنده حتى شي تنازلات ولا شي حاجه لظروف التخفيف للطرفين ونتمنوا ان شاء الله نتمنوا يكونوا تنازلات باش تكون هناك ظروف ديال التخفيف انا ما كرهتش منك اخويا مراد بما انك صحفي وتبارك الله الانسان يقدر يمرر مغالطات ويقدر ماشي مشكل لا غلط الانسان ويصلح فتقدر دير لايف وتعاون غير باش ما يبقاش عليك انت هادشي هذا حيت باش ما يبقاش عليك بيلانش ما يبقاش عليك انا اصلا ما ندير اللايف ولكن انا بغيت ناجل اللايف حتى نهار الجلسه باش نطالع الميل لا خليتيه قبل الجلسه مغالطه قبل الجلسه مراد لا خليتيه تعطاكي كمراد وانت عندك العيد حنا نديرو لايف اليوم كاع وطلعوا معايا كاملين عاوتاني ونتكلموا في الموضوع فوالا فهاد المساله صافي ماشي مشكل حيت القضيه هذه اللي قلتها خايبه ماشي ديالهم
لا هاد القضيه اللي قلتها لك دابا مراد ابا اسمعني حيت علاش في حاله العود ماني مراد العود ديال بيع الخمور المغاربه المسلمين هاد القضيه هادي بينات لي على انه فعلا دوسي واحد اخر هذاك لانهما هاد الاطراف ما عندهم حتى علاقه ببيع المخدرات المسلمين. علاش يا حبيبي برافو الله يسلمك هنا علاش كنقول لك اخويا مراد نعتيما شكون هذا اللي دار لك شكون اللي دار لك هاد المغالطه هادي يا مراد بوكو طاليني طالا سيت لا ماشي سيت سيت ما فيهش المغالطه دابا فراوش دابا انت كيفاش انا عطيتو كيفاش انا عطيتو لعند رقم ماشي اللي بالا اللي عطاني لا انا عندي مصادر شكون اللي قال لي بالا شكون اللي قال لي بالا واحد حمزه هو قال لي بالا شكون اللي عطاه باش عرفتيني بالا اللي عطاه انت باش عرفتيني انا ها الهضره ديال والو شاف الهضره ديال الزمر هذا وبأي دليل انت بلاتي حمزه بأي دليل بدنا الدليل اخويا قول هاد الهضره لا هو دليلك ان نيبالا هو اللي عطاها نيبالا صاحبي هو حمزه لا ما هو دليلك على هاد الشيء سي حمزه من بلانتي ما زوينش ما هو دليلك السي حمزه هكا صاحبي لا هاد الشيء ما فيهش الضحك راك اي خليك كتماركه مازال مازال زير شويه زير شويه عليه تم الاتفاق صافي وعليه تم الاتفاق اليوم ان شاء الله غادي نطلع بلايف وغادي نحيدوا دوك التهم ديال حيازات المخدرات لان وقع خلط ما بين جوج ديال الملفات فوالا شوف الهيه هكاك اخويا مراد بحكم ان اشرف تقدر اخويا انا نهضر معاك بحكم ان انك صحفي وحنا كنعرفوا الصحافه كتمرر ما ملحقاش تمرر مغالطات فهمتي واي مغالطه لا ما خصهاش تمرر مغالطات وبعض المرات بعض المرات الا كانت شي حاجه مثلا حنا كنطلعوا ديال راي عام راي عام لا كنطلعوا نوضحوها ماشي مشكل